أحبابنا، يشكل الاهتمام بفئة الموهوبين أهمية كبيرة، فالموهبة أساس النجاح، وبالتالي فإن عملية تنميتها راح تعود بالنفع بالتأكيد على هذا الفرد وعلى أسرته وعلى المجتمع وعلى البلد بشكل عام. وراح نتكلم أكثر عن الموهوبين وطرق وأساليب الكشف عنهم. رحب بضيفتنا الكريمة الدكتورة زينب محمد الصفار، وهي الباحث والحاصل على دكتورات الفلسفة أو دكتوراه الفلسفة في تربية الموهوبين. مساء الخير دكتورة، وحياك الله مساء معنا. النور. الله يحييك، الله يسلمك، قواش شكرا. الله والف مبروك الدكتوراه، يمكن قبل فتره قريبه، اي وموضوع والله، مهم للامانه وحساس، لكن في البدايه بنتعرف على من هم الموهوبين اللي تقصدينهم حضرتك. اول شيء اشكركم على حسن الاستضافه في برنامجكم. بالنسبة حق التعريف نفسه، للأمانة منذ بداية ظهور هذا التعريف ليومنا هذا ما في اتفاق على تعريف عام. في كل سنة قاعد يظهر تعريف منذ يعني القدم ليومنا هذا بناء على اختلاف الأزمنة والأمكنة والثقافات والباحثين أنفسهم. أنا هذا نعم. لو بنعطي لمحة تاريخية بسيطة لتعريف الموهبة، شنو هو الموهبة؟ في البداية في هناك من يرى أنهما من ناحية سيكومترية، أي بدلالة نسبة الذكاء، من هما لديهم معدلات ذكاء عالية ممكن أنا أطلق عليه أن هذا الشخص موهوب. موهوب. بعد ذلك مع التطور والتقدم وظهور الدراسات الكثيرة في هذا المجال والكتب في مجال الموهبة والتفوق، هناك من يرى أن من يتوفر فيه خصائص أو سمات سلوكية معينة خاصة بالموهبة ممكن أنا أطلق عليه موهوب، أي من يتميز في سمات اتفق عليهم الباحثين على أن ممكن أن تكون عند هذا الشخص، أنا أقدر أطلق عليه أنه هو موهوب. موهوب. نعم. أيضا هناك تعريف آخر ثالث، أنه هو بناء على المجتمع اللي يعيش هذا في الفرد، يعني متى ما قدم هذا الفرد خدمة أو شيء يفيد المجتمع أنا أقدر أيضا أطلق عليه أنه هو موهوب. وبعدها ظهر أيضا تعريفات اللي يسمونها التعريفات التربوية المركبة، اللي بدأ فيها أو اللي تميز فيها تعريف مكتب التربية الأمريكي للموهوب، اللي هو شنو هو الموهوب؟ هو الفرد اللي يظهر أداء متميز مقارنة بين الفئة العمرية اللي ينتمي إليها. في شنو؟ في واحد أو أكثر من الأبعاد التالية، اللي هي القدرات العقلية العالية، القدرات الإبداعية العالية، تحصيل الأكاديمي يكون مرتفع، أيضا يكون عنده مهارات متميزة في بعض الجوانب، عنده دافعية أو التزام بالمهمة. أيضا في هناك تعريف، يعني العديد من الدراسات الصراحة تتبنى هذا التعريف، هو للباحث الأمريكي رينزلي، وحتى أنا في جميع محاضراتي والدورات اللي أعطيها أحب أشرح هذا التعريف، اللي هو شنو؟ أن الموهبة عبارة عن تقاطع ما بين ثلاث حلقات أو مفاهيم أساسية، اللي هي شنو هي؟ اللي هو عندنا الدافعية، اللي هي معنية باختبارات التحصيل، متى ما حصل اختبارات تحصيل مرتفعة هني بنقدر أنا أقول إنه هو عنده دافعية للإنجاز. النقطة الثانية الإبداع، وهو طبعا الإبداع يتشكل من قدرات مختلفة أو مهارة قدرات يعني الإبداعية، اللي هي منها الطلاقة والمرونة والأصالة والتفاصيل. والنقطة الأخيرة اللي هي يكون عنده مستوى ذكاء فوق المتوسط، يعني يجيب على الاختبارات الذكاء الآي كيو 120 130 فأكثر. هذا بشيء باختصار جميل. النبذة التاريخية للتعريف الموهبة، لكن الأقرب شيء لك اللي أنت اللي تأيدين هو التعريف، التعريف التعريف الخامس الخامس اللي فيه الأخير. تقاطعات، أي اللي هو نعم، فيه الدافعية وفيه الإبداع وفيه أي أنه يكون متميز على باقي الزملاء. هذا أنت أي اللي تميلين له أكثر أي شيء. اللي أتبناه فعلا. طيب، سبب الاهتمام بهذه الفئة، فئة الموهوبين، إذا أنا الدولة تهتم فيهم، ليش اهتم فيهم؟ وشو نوع الاهتمام لازم يكون؟ صحيح، هذا المشكله الصايره عند الناس كلها، ان انا ليش اهتم في الموهوبين؟ الموهوبين يعني في بعض الناس يعتقدون انهم يعني بروحه هو الموهوب شايل نفسه، انا ليش اهتم فيه وارعاه؟ ولكن هذا الشيء خطا، ان الموهوب يحتاج الى رعايه، يحتاج الى اهتمام، يحتاج الى ارشاد، كذلك يحتاج الى تطوير مهارات، لان انا اذا ما رعيت واهتميت في هذه الموهبه ممكن انه راح افقد موهبته. تلاقي في الفصول الدراسيه اغلبهم إيه؟ هذا الولد الموهوب دائما إيه؟ يقول استاذ لا انت خلك انت عارف لا مو تجاوب. هذه المشكله. فاحنا من اسباب الاهتمام انه تحقيقا لمبدا تكافؤ الفرص، يعني انا مثل ما قاعد اهتم بذوي الفئات الخاصه الاخرى من ذوي الاعاقه وصعوبات التعلم وبطيء التعلم، يجب ان ايضا نهتم بالموهوبين. ايه كونهم من ضمن الفئات الخاصه اللي لازم نهتم فيها ونرعاها. هل في عندنا بالدوله فعلا اهتمام؟ هل في عندنا جهه معينه بالدوله بوزاره التربيه تهتم بالموهوبين، تضعهم بفصول معينه، تضعهم بمدارس نموذجيه، تعطيهم مثلا مرحله دراسيه متقدمه مثل اللي نشوفهم في اوروبا وامريكا، ان والله هذه مرحله الدراسيه لا يبقى هذا يكون جامعي. وشفنا هالشيء، هذا اي شيء صحيح واقع ولا صحيح، اعلام فقط؟ هو صراحة الكويت كانت سباقة في موضوع الاهتمام في الموهبة، ولكن توقفت في فترة الحين في
معاودة لهذا الاهتمام من خلال مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع. الصراحة فيه أنا شفت لامست إن فيه اهتمام من ناحية شنو، إن فيه أكاديمية موهبة خاصة للبنين، جمعوهم في أكاديمية اللي هو مدرسة خاصة فيهم عزلهم، وهذا شيء وايد يعني هم جميل. اللي اكتشفوهم ولا هم اللي راحوا أسرهم سجلوهم هناك؟ لا هم اكتشفوهم من خلال تواجد الطلبة في المدارس، لأنه هو أكثر مكان موجود فيه ونقدر مدارس نكشف فيه المدرسة، بالفعل. فاكشفوهم وحطوهم. وفي صفوف أيضا داخل المدارس، صفوف موهبة خاصة في الطالبات فقط، لأن هذول هم من الطالبات. مثل ما قلت لك الأكاديمية موهبة موجودة للبنين، أيضا راح يسوون أكاديمية بإذن الله خاصة للبنات، يجمعون الكل اللي موجودين بالمدارس الحكومية فصول موهبة ويضعونهم في أكاديمية خاصة لهم سوف ان شاء الله بالقريب العاجل، بما اننا في بادره اكاديميه موهبه للبنين، وان شاء الله خلال الايام القادمه راح يكون ان شاء الله. طيب مراحل عمليه الكشف على الموهوبين، هل هي على طول انا احضر بس في الفصل واشوف ان هذا الولد اكتشفت انه موهوب خلاص اخذه، ام في مراحل معينه يمر فيها هذا الموهوب؟ طبعا عمليه الكشف عمليه جدا صعبه، وتقوم فيها مؤسسه ولجنه. يعني انا ما بقارن الكويت بالدول او الدول المتقدمه اللي بهالمجال، اللي قاموا يستخدمون استراتيجيات حديثه جدا في عمليه الكشف. احنا ما زلنا في الكويت يعني يستخدمون التحصيل الدراسي كمؤشر لان هذا الطالب ممكن يكون موهوب او غير موهوب، وهذا خطا. خطأ انا من هذا. وجهه نظري خطا، لان في طالب ممكن يقول لك انا ما احب الدراسه، ما احب الرياضيات، ما احب العلوم، مع ذلك انا متميز مثلا بالرياضه، انا متميز في الرسم. فانا من خلال برنامج مسائي الصراحه يعني ودي يعني اللي يسمعون المعلم والمعلمات ان الطالب هذا اللي يقعد بالخلف بالصف يقعد بالاخير ويقعد يشاقب، وهذا يعني لا يعتقدون انه هو كسلان، ممكن يكون هو موهوب ولكن ماكو شخص قام اكتشف موهبته، لانهم غالبا الموهوبين ما يبينون انهم، دائما يبينون انهم ضعاف، ما يبينون انهم ان عندهم قدرات عاليه، فيحتاجون الشخص اللي يكشفهم من خلال المراحل. مراحل الكشف شنو هي؟ باختصار هي 3 مراحل متبعه في جميع دول العالم. المرحله الاولى هي مرحله الترشيح، من اسمها ترشيح. من يقوم بالترشيح؟ المعلمين يرشحون، ايضا اولياء امورهم ممكن يرشح هذا الطالب. هل المعلمين على درايه كافيه في اكتشاف الموهوبين؟ هي مرحله، هذه مرنه لان مرحله بالبدايه، فممكن يكون المعلم غالبا يعني من اهم المؤشرات عند التحصيل يعني هذه صحيح. يعني او ان دائما المشكله اللي قاعد تصير انه يعني المعلم دائما يرشح الطالب المؤدب اللي يسمع الكلام اللي يشيل له الاغراض وهذا، والطالب اللي شاغب ويأذيه يستبعدونه. ويستبعدونه، مع انه على الرغم انه ممكن يكون موهوب اكثر من هذا الشخص اللي هو إذن أيضا اللي قاعد المعلم يسمع يحتاج الكلام، إلى توجيهات في هذا الجانب يحتاج الى كذلك. بعض توعيه المعلمين، بعض اي المعلمين. فعلا طيب محتاجين. دكتورة، يعني آخر سؤال في هذا اللقاء مع حضرتك، يعني هل هناك أخطاء تتم أثناء عملية الكشف من فعلا المختصين نفسهم، يقعون بأخطاء؟ اي هو في اخطاء، باختصار هما خطأين. خطأ شنو؟ ان نقبل طالب على انه هو موهوب وهو في الحقيقة مو موهوب، او نرفض طالب موهوب وهو موهوب، يعني هما الخطأين عكس بعض راجعين. طبعا هذه الأخطاء لعدة الأسباب. السبب ممكن يكون نراجع للأداة اللي قاعد يستخدمونها تكون غير دقيقة، أداة القياس ممكن، المعالجة الإحصائية غير صحيحة اللي قاعد يعني اللي هو التحليل الإحصائي غير صحيح، أو ممكن تكون هذه الأخطاء ناجمة عن عدم مطابقة أسلوب القياس المستخدم مع البرنامج اللي داخله، يعني قاعد يستخدم أساليب كشف مختلفة عن البرنامج اللي راح يدخله، أو أخطاء اللي هو مقصودة مثل التحيز أو غير مقصودة ناجمة عن الجهل وانعدام الخبرة لدى مطبقين الاختبارات هذه. هل الموهوبين الآن موجودين بهذا المركز البنين في أخطاء واقعة يعني؟ هو لابد من يعني في أخطاء، لأن احنا الموهوبين متواجدين يعني لازم يكون في أخطاء يعني، لأن الكشف في العلوم الإنسانية أو الاختبارات أو القياس عموما ترى وايد أصعب من العلوم الطبيعية. صحيح. إي لأن العلوم الإنسانية صعب القياس فيها يعني، وتدخل فيها مؤثرات كثيرة، فهذا اللي قاعد يصير. بارك الله فيك دكتورة، موفقة إن شاء الله. هذا من كلمة بالختام. والله أحب أشكركم يعني، وأتمنى يعني أنا نصيحتي يعني للمجتمع بأكمله أن يكون هناك زيادة في التوعية، زيادة في الاهتمام، الدعم المادي، وأتمنى من خلال لقائنا اليوم يعني يسمعوني المسؤولين، عندي نقطة وايد مهمة ونصيحة، أن الكويت قاعد تبعث يعني حق هذا التخصص تربية موهوبين العديد من الطلبة من زملائي من حاصلين على الماجستير والدكتوراه، ولكن ما في خطة لما بعد ذلك، يعني الطالب يخلص بعدين وين يتوجه؟ ليش ما يوظف في أماكن أو مثلا يدرس هذا التخصص في مثلا الجامعة والتطبيقي، لأنه يعني حرام هذه الخبرات يترجم العالية، هذه الدراسة على أرض الواقع إيه في يعني الجامعة المعنية. بالضبط. حرام تهدر هذه بالضبط. الطاقات إن شاء الله الصراحة. تكون واصلة الرسالة. كل الشكر لك الدكتورة زينب محمد صفار، الباحثة والحاصلة على دكتوراه الفلسفة في تربية الموهوبين، شكرا جزيلا لك. وأنا شكرا. كل الشكر لضيفتنا الكريمة، مستمرين معاكم بعد الفاصل.